مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، أحييكم من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أحد المدن السياحية العالمية الراقية. إحنا متواجدين النهاردة في مدينة الغردقة لتغطية فعاليات مؤتمر دور التعليم في الارتقاء بالسياحة المصرية. مهم إن إحنا نكون موجودين النهاردة خلال هذه الفعاليات عشان نقدر نقول لحضراتكم في تطوير في التعليم، في تطوير في القطاع السياحي. مهم إن إحنا نربط التعليم ونربط السياحة بما يؤدي إلى الارتقاء بالتنمية في مصر بشكل كبير جدا. المؤتمر بيهدف طبعا إن إحنا يكون عندنا منظومة تعليمية تخرج لنا العديد من الأيدي المهرة العاملة، المؤهلين والخريجين ذو جودة عالية تخدم في هذا القطاع العريق، بما يعود بالنفع طبعا في المقام والأول على بلدنا الحبيبة مصر. هيكون متواجد في هذا المؤتمر العديد من المسؤولين، منهم محافظ البحر الأحمر، وزير التعليم العالي السابق، العديد من المستثمرين أيضا في مجال السياحة والشخصيات العامة اللي بيدعموا الاستثمار في مجال السياحة. المؤتمر ده مهم ليه؟ الحاجة الأولى إن هو بينقل الضوء للاستثمار في مجال التعليم بما يخدم السياحة، إن يكون عندنا جامعة هدفها الأول والأخير الحصول على خريجين يطوروا العملية السياحية. أعتقد ده من أسمى الأشياء اللي احنا نقدر نقول من خلالها عندنا سياحة قائمة على ركائز أساسية تقدر في المرحلة اللي جاية إن شاء الله نشوف طفرة كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي. تابعوا معنا الفعاليات اللي هتستمر على مدار يومين، أعتقد هننقل من خلالها لحضراتكم العديد من التوصيات المهمة اللي بتؤكد هناك دور كبير جدا في تطوير التعليم بما يخدم ويرتقي بالسياحة المصرية. تابعونا. على أرض السحر والجمال نلتقي في الغردقة، المدينة التي اختارتها الطبيعة لتكون مقصداً من مقاصد السياحة العالمية، تفد إليها العقول والقلوب لتستمتع برونقها البديع وسحرها الأخاذ كواحدة من أكثر مدن العالم جاذبية بكل ما فيها من طقس معتدل ومياه تتمايل على غصن البحر الأحمر كلؤلؤ منثور، وثروات حباها بها الله لا تزال بكراً في باطن الأرض لم يمسسها بشر، ومقصد طبيعي من مقاصد الاستشفاء لتتكامل فيها منظومة روعة عطاء السماء مع نعم خيرات الأرض. مرحباً بكم، مرحباً بكم في تلك البقعة البديعة من أرض مصر، مصر الحضارة والتاريخ. جئنا إليكم اليوم آملين في غد مشرق لهذه المدينة التي وإن كانت صناعة السياحة تمثل أحد أبرز روافدها، فإن إضافة التعليم المتطور يشكل أحد أبواب الجنوح صوب المستقبل. ولعل جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا وبما تحمله من تخصصات مختلفة في كلياتها الجامعية لتشكل نقلة نوعية سوف تسهم بتسليط الضوء على تلك البقعة الساحرة بجذبها آلاف الدارسين من شتى بلاد العالم. لمن دواعي السرور أن نجتمع هنا في لقاء يجمع أهل العلم والسياحة بحضور هذه الكوكبة المتميزة من الشخصيات العامة ورجال الأعلام والصحافة، ولعل من حسن الطالع أن نطلق المؤتمر الأول لجامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا من هنا من محافظة البحر الأحمر.
من مدينة الغردقة، المدينة الرائعة، تلك المدينة الجميلة التي وقع عليها اختيارنا لتكون مقراً لجامعتنا الوليدة وملتقى للعلم الذي يعانق مصالح الوطن. فنحن نسعى جاهدين لأن يكون التعليم الذي نقدمه من خلال جامعتنا متكاملاً مع عملية بناء الوطن، والتي يقودها الأب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعين لأن يولد من رحم جامعتنا كل ما يلبي تطلعات مصرنا الغالية في مستقبل ظاهر مزدهر. الحضور الكرام، السيدات والسادة، لقد آلينا على أنفسنا وقبل أن نشرع في وضع الركائز والأسس اللازمة لإقامة جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا أن نستلهم من التجارب الناجحة في بلدان العالم المختلفة، ما يسهم في تحقيق تعليم عالي الجودة، وأكرر تعليم عالي الجودة وقادر على تخريج طالب مؤهل لسوق العمل في المجالات التي تحتاج لتخصصات واهتمام وتكون ركائز للاقتصاد المصري. أستاذ الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ورئيس الجامعة الصينية، والذي اعتز بصداقته وزمالته على امتداد طويل، الأستاذ الدكتور محمد يوسف العطيفي، رئيس مجلس أمناء جامعة الغردقة. مستر كارلوس، اسمحوا لي أن أتحدث باللغة الإنجليزية، وسأقوم كذلك بالنسبة للإعلاميين بالترجمة في نهاية كلمتي. في كلمة أعددتها، good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure and honor today to be here in this special conference about education and its impact on the tourism and hospitality industry in Egypt. I would like to actually to highlight that tourism education in Egypt have been established more than half a century. It exactly started in 1962 and with the establishing of the Faculty of Tourism and Hotel Management, which is a part of Helwan University. And I'm really proud, before I became the president of Helwan University, I was a former dean of the Faculty of Tourism and Hotel Management at the same time. Actually, when this faculty started, it was actually a part of Helwan University, and was first established in 1962 as two institutions for tourism and hotels. In 1975, the two institutions were annexed to Helwan University at the Faculty of Tourism and Hotel Management. It comprises four departments of hotel management: Department of Tourism Studies, Department of Tourism Guidance, and Department of Heritage and Museum Studies. Number of teaching staff, 75, while the number of students, 3,800. The faculty meets the needs of working professionals through applied programs in the field of tourism and the cultural heritage at both graduate and the postgraduate levels.
حدثنا أنا والسيد رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد، وسعيد بلقائي بيك اليوم، وإن شاء الله بداية تواصل وتعاون بيننا في الفترة القادمة إن شاء الله. يمكن في عجالة كده هنقول كيف نبتت الفكرة وكيف استمر إلى أن وصلنا إليه الآن في هذا المؤتمر. كنا نخطط للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر، وبحثنا كل الأوجه التي بها ننمي تلك المحافظة الساحرة وأمل الاستثمار في مصر. وكان من ضمن أوجه هذه الخطة هي التعليم. تناولناها من شقين: التعليم الجامعي الحكومي، وأيضاً التعليم الخاص. طبعاً تعلمون أن التعليم الجامعي الحكومي في إجراءاته هو أسرع كثيراً، لأننا نقوم بتخصيص الأرض إلى جهة حكومية وهي جامعة جنوب الوادي، ولذلك تسارعت الخطى وصدر قرار الجمهوري، والآن نحن نقوم بإنشاء فرع جامعة جنوب الوادي وهي المستقبل جامعة الغردقة بكليات. وأول البداية كان الاشتراط أو الاتفاق أن تكون كلية السياحة والفنادق واللغات والترجمة لخدمة الصناعة الرئيسية لدينا في البحر الأحمر وهي صناعة السياحة. قمنا أيضاً بتحديد الأماكن في المنطقة التعليمية غرب مدينة الغردقة، وقلنا أن هذه الأرض هي Land of Education، أرض للتعليم. مشاهدينا لقائنا الان مع سياده اللواء اركان حرب احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. برحب بعليك يا فندم، تحيات الحرب. كل سنه وانت طيب وحمد لله. بدايه بنشكر حضرتك طبعا على حسن الاستضافه، ويمكن النهارده بنتكلم عن مؤتمر التعليم في تطوير السياحه في مصر، التعليم الاكاديمي واهميته في دفع قاطره السياحه الامام. ولو اتكلمنا عن الخدمه الفندقيه اعتقد احنا محتاجين مستوى الوعي حتى نستطيع ان احنا نقول عندنا تطوير حقيقي في السياحه. هو خلي بال حضرتك، السياحه صناعه خدمه، وطالما أنها صناعة خدمة لابد أن اللي يلتحق بيها يبقى مدرب ومؤهل تماما، لأن ده واحد ما بينتجش سلعة محدش شايفه، لا ده احتكاكه مباشر ما بين الجست أو الزبون اللي جاي وبين المنشأة اللي هو فيه. فدي محتاجة مستوى عالي قوي من التدريب والتعليم. يمكن كان هذا المجال ما كانش موجود عندنا، ولكن الحمد لله داخلين فيه بقوة من خلال الجامعة الحكومية وجامعات خاصة بتنهي إجراءاتها عندنا هنا، وإن شاء الله بمجرد ما ننهي الإجراءات وتكمل الموافقات هتبدأ إنشاء الكليات هنا، وخاصة كليات السياحة والفنادق. مرغوب مطلوب للتعليم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة. والحاجة التانية ان ده فرع من افرع السياحة هو السياحة التعليمية. ان شاء الله ربنا عنا كده وناخدوا خطوات كثيرة في هذا المجال. لقائنا الان مشاهدينا الكرام مع الاستاذ دكتور اشرف الشيحي معالي وزير التعليم العالي السابق. برحب معاليك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. مع الوزير، لو اتكلمنا عن دور الجامعات والمؤسسات الجامعيه الاكاديميه بشكل كبير جدا في دعم مقطوره السياحه، بما ان المستوى السياحي او السياحه بشكل عام يقاس بمستوى الخدمه المقدمه، واعتقد ده بيعكس الصوره الايجابيه عن مصر
حينما يزورها العديد من الأجانب سواء العرب أو من الدول الأخرى؟ شايف أهمية تطوير التعليم بما يرتقي بقطاع السياحة؟ الحقيقة أنا مؤمن بشكل كامل أن التعليم هو قاطرة تستطيع أنها تتحرك كل القطاعات اللي في الدولة إلى مساحات أفضل وتحقق طموحاتنا على مستوى الصناعة، على مستوى التصنيع المحلي، على مستوى الطاقة، على مستوى صناعة السياحة، على مستوى الصحة، كافة التوجهات وكافة المجالات. وبالتالي النهاردة لما بنتكلم على دعم منظومة السياحة ما ننساش أن منظومة السياحة في مصر هي أحد الروافد الرئيسية والأساسية في دعم اقتصاد الدولة وفي ضخ عملة صعبة. وبالتالي لما عانينا من مشكلة وأزمة انقطاع السياحة كانت لها تأثير سلبي كبير على اقتصاد الدولة. احنا دلوقتي بنتكلم على منظومة لرفع جودة الأداء من خلال التعليم، وده شيء مطلوب جدا وشيء حيوي جدا، وفي نفس الوقت هو رسالة للتعليم وتحقيق لتوجهات السيد الرئيس في ان احنا نستفيد بكل الخبرات العالمية المتميزة. الحقيقة التوجه اللي أصبح النهاردة ماشي في عديد من الجامعات الخاصة، أنا بالصدفة كمان دلوقتي أنا رئيس الجامعة المصرية الصينية، وإحنا بنخطو خطوات جادة جدا في الجامعة المصرية الصينية في عمل توافقات واتفاقيات مع دول متعددة من العالم لتقديم تعليم ذو جودة. هذا الفكر اللي ابتداه السيد الرئيس واللي انتشر واللي النهاردة بتحققه جامعة الغردقة تحت الإنشاء من خلال منظومة السياح، ده فكر مشرف متطور بيؤكد على دور التعليم وعلى انه ان شاء الله هو القاطرة اللي هتاخدنا للافضل ان شاء الله. احنا في مدينة الغردقة، يعني رؤية حضرتك للسياحة والخدمة السياحية المقدمة في الفنادق، ويمكن تحظى مدينة الغردقة يا فندم بالجاذبية السياحية لدى العديد من الاجانب وتحديدا الروس، شايف ده في هذا المستقبل القريب انعكاس هذا او هذه الخدمات المقدمة يا فندم في الفنادق او الخدمة السياحية المقدمة بشكل عام في مصر على قطاع السياحة؟ شوف انا الاول يعني سعيد بسيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لأنه هو الحقيقة قيادة واعية متمكنة موجود في كل مكان وبيحظى باحترام الجميع، إنجازاته بتتحقق كل يوم. والنهاردة الكلمة اللي سمعناها منه في الجلسة الافتتاحية هي بتؤكد على دعمه للارتقاء بمنظومة السياحة اللي هي الصناعة الرئيسية اللي موجودة في محافظة البحر الأحمر. بالتأكيد المنشآت السياحية الكبيرة اللي زي ما سيادته ذكر 268 منتجع سياحي في محافظة البحر الأحمر، لو تم إدارتهم على نحو متميز هتدي انطباع أفضل لدى السائحين، هتخليهم يشتغلوا لنا هم نفسهم كسفراء لتسويق للسياحة في مصر، ثم هم أنفسهم يعودوا مرات ومرات. فالإدارة السياحية بتبقى في غاية الأهمية، والسائح صناعة السياحة very fragile زي ما بيقولوا، حساسة جدا. Welcome here. First, name and title, please. Carlos Diaz de la Lastra, CEO of the Ros Marbella. Welcome, Mr. Carlos. First, how the education support tourism, especially in Egypt? ملخص اللي بيقوله مستر كارلوس هو بيؤكد عن دور التعليم وأهميته بشكل كبير جدا في دعم صناعة السياحة في مصر أو في أي دولة، مهم جدا. وهو بيركز أيضا عن دور التعاون ما بين الجامعات المصرية أو الجامعات الحكومية المصرية والخاصة والجامعات الأجنبية لتحقيق الشراكة الإيجابية في تطوير صناعة السياحة والارتقاء بهذا القطاع العريق. Money is coming and moving between the frontiers, between the countries. I want to ask you, what's your opinion about tourism in Egypt now?
أنا سألته عن رأيه في السياحة في مصر، وهو أكد أن السياحة في مصر واعدة، بدأت تأخذ خطوات كبيرة للأمام خاصة مع الانفتاح وكل إجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل الارتقاء بهذه المنظومة. كمان سألته عن رأيه في الأشخاص أو الناس في مصر، وتحديدا العاملين في قطاع الزراعة، هو عفوا في قطاع السياحة، من احنا على قناة مصر الزراعية. هو كمان بيؤكد أن المواطن المصري بيتسم بالسماحة وكرم الأخلاق، وهذه صفات يعني بتعكس صورة إيجابية لدى السائح. Only with the proper talent, I ensure you will be the winner in this match. مشاهدي الكرام، لقائنا الآن مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محب مصر والمستشار الإعلامي لجامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا. برحب بك أستاذ محمود، تحياتي لحضرتك، مبروك تدشين الجامعة، وإن شاء الله بإذن الرحمن نتوقع لها دور كبير جدا في دفع قطرة السياحة. بداية، ونحن في مؤتمر دور التعليم في دعم السياحة، شايف هذا التايتل وهذا المعنى ما يحمله من مغزى كبير، هدفه الارتقاء بهذا القطاع العريق ألا وهو قطاع السياحة؟ أنا يهمني أتكلم عن الرسالة. الرسالة التي تستهدفها هذه الجامعة، جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا، من إطلاق أولا مقرها يبقى في مدينة الغردقة، وهي مدينة ساحلية سياحية، مقصد مهم جدا من مقاصد السياحة العالمية، يفد إليها السياح من كل أنحاء العالم. الأمر الآخر أن المؤتمر التأسيسي لها ينعقد هنا في أرض الغردقة، ثم يربط بين التعليم وصناعة السياحة. إذن نحن أمام خلطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهمية استغلال المكان، هو المكان الساحر مدينة الغردقة بكل ما فيها من جمال كمقصد سياحي، تأخذ هذا المكان الساحر لتنشئ عليه جامعة، جامعة تضم نحو 20 كلية، كليات في معظمها كليات متخصصة في إطار خدمة المجتمع، يعني بتلبي احتياجات المجتمع على طريق النهضة اللي احنا بنتبناه، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك في إطاره من عدة سنوات. إذن هذا الجديد، هو ده الجديد. الجديد أنك أنت هتجيب دارسين، هتجيب طلاب من بلاد الخليج، من البلاد العربية، من دول الشرق الأوسط، من العالم الخارجي، من الدول الأجنبية، علشان يجوا يدرسوا هنا في الغردقة، بالإضافة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة في مثل هذه الجامعة. هيبقى عندي عدة ميزات. نمرة واحد، أنا هخرج خريج مؤهل تأهيل خاص. الجامعة بما عقدته من اتفاقات وتفاهمات مع بعض الجامعات العالمية في أوروبا والغرب، وخاصة جامعة لاروش السويسرية، هيكون نوع الدراسة فيها مختلف ومتميز. إذن هيخرج لي طالب وخريج متميز. الأمر الآخر، هيكون عندي هنا فرصة. الطالب لما يجي، في كتير جدا من الطلبة بيجوا هنا ويجيب معهم أولياء أموره وأسرته، إذن أنا أيضا بأضيف إلى عامل السياحة عوامل أخرى، نتاج التعليم الجديد اللي موجود في هذه المنطقة. ثالثا، هذه الجامعة الأولى اللي بتربط مناطق جنوب مصر بهذا الشكل، على سواحل البحر الأحمر من حلايب وشلاتين إلى يمكن البحر الأحمر إلى في هذا الاتجاه إلى المنيا. إذن إحنا أمام أيضا متغير جديد لاستخدام وتوظيف هذه المناطق الآهلة بالمزارات السياحية الجميلة جدا، البحر وغيره، واللي فيها ثروات دفينة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، إحنا بنوظفها النهاردة في خدمة المجتمع وفي خدمة الدولة المصرية. إذن الفكرة اللي طرحت الجامعة، جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا، هي فكرة عبقرية، أخذت باهتمام بالمكان وتوظيفه لصالح تحقيق أمال وتطلعات المصريين في البقعة دي من الأرض المصرية. مشاهدينا الكرام، في إطار فعاليات مؤتمر دور التعليم في صناعة السياحة في مصر، ونحن الآن بمدينة الغردقة، نلتقي الآن مع الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان. برحب بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. أهلا بكم. فهم
زي ما قلنا يمكن مدينة الغردقة من المدن الساحرة ومدن السياحية الجميلة والرائدة، وإحنا بنتكلم النهاردة عن دور التعليم في صناعة السياحة بشكل كبير والارتقاء بهذه الخدمة الجميلة في الفنادق. لو قدرنا نتكلم النهاردة عن التعليم الأكاديمي في دفع قاطرة السياحة نقدر نقول إيه؟ التعليم الأكاديمي في مصر اهتم منذ وقت كبير جدا، زي ما دايما بقول من أوائل الستينات، بالتعليم السياحي. ولكن التعليم ده بيتطور يوم بعد يوم. يعني على سبيل المثال في الفترة الأخيرة ظهر نوع من التعليم اسمه التعليم التبادلي. التعليم التبادلي ده ببساطة شديدة جدا بيحاكي وفي نفس الوقت بيلبي حاجة سوق العمل، بمعنى أن الطالب فيه والدارس بيقضي يومين في الكلية أحد كلية السياحة، والآخر خمس أيام الآخرين بيقضيهم في الشركات السياحية، عفوا في الفنادق أو المطاعم، بمعنى أنه هو بيبقى طالب وفي نفس الوقت عامل وبيتلقى راتب عن هذا الأمر. خد بالك التعليم التدريب في أن واحد بيحس أنه هو يحس أنه هو في سنة أولى جامعة أنه بيتقاضى راتب 1000 جنيه في الشهر، والشركة شركة المطاعم اللي بتولى هذا الأمر بتدفع له مصاريفه في الجامعة، عبال ما يوصل سنة رابعة بتعين مساعد مدير أو مدير. فده نوع ازاي حتى يشوف هنا الشركات العالمية في مجال الأطعمة والمطاعم أدركت أهمية التعليم، وأدركت أن لابد أن يكون المديرين اللي فيها والقائمين العمل فيها ذو مستوى تعليمي عالي، مش فقط بس بالخبرة والمهارة، لا تثقل بالعلم. وده اللي خليني أسأل حضرتك، ويمكن من أهم الأشياء اللي بيقاس عليها مدى تقدم صناعة السياحة في أي دولة هو الخدمة المقدمة وتحديدا الخدمة الفندقية أو الخدمة المقدمة من هذا القطاع العريق بشكل كبير جدا. وهنا يقف دور التعليم الأكاديمي والتأهيل، وزي ما حضرتك ذكرت وقلت إن في تدريب مع الدراسة، فأعتقد ده بيؤهل الطالب بعد ذلك للعمل بجدية وببساطة. بالضبط كده. فاحنا نقدر نقول ده ممكن يخدم على صناعة السياحة زي فندم، ويقدر إزاي ينهض بهذا القطاع؟ منتهى البساطة، لأنه بيخلق شخص بيشتغل في مجال السياحة من هو عنده 18 سنة ويمكن أقل من 18 سنة، فأصبح زي ما يقولوا السياحة والضيافة في دمه. لقائنا الآن مشاهدينا الكرام مع يعني نقدر نقول عروس الحفل، صانع هذا المؤتمر، أحد المفكرين في دعم السياحة المصرية عن طريق تطوير التعليم، الأستاذ الدكتور محمد يسري، رئيس مجلس أمناء جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا. ببارك لحضرتك، مليون مبروك بالتوفيق. أعتقد فكرة مهمة جدا، والاستثمار في مدينة ساحرة زي الغردقة فكرة رائعة، أنك تفكر تدعم السياحة في مصر عن طريق تطوير التعليم، فما فيش أروع من كده. ارتباط التعليم بالسياحة هو ارتباط واجب، لأن احنا عايزين نحدث فارق لمدينة الغردقة لتحف على المنصة العالمية، وتكون صناعة الفندقة هي الريادة الأولى لهذه المدينة عالميا. الحقيقة احنا عندنا مجهودات طيبة للفنادق في الغردقة، لكننا أبدا ودوما نريد أن نصل إلى المعدلات العالمية. وكان هذا منطلق وفكر اللي تأسس به جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا، وهو طبقا لرؤية التكوين الشخصية المصرية والدعم اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعمه للتعليم، وهو اللي هيغير مفهوم البلد ومفهوم الإنسان المصري. شرعنا في الارتباط بأعلى مؤسسة في تعليم السياحة، وهي مؤسسة لاروش السويسرية. هذه الجامعة التي تعد الأولى عالميا تم توقيع اتفاقية اليوم الحمد لله، ليكون الطالب الذي يدرس في جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا بياخد شهادة من جامعة لاروش ويحاكي كل نظرائه على مستوى العالم. عايز أسأل حضرتك أهمية الاستثمار في مجال تطوير التعليم بما يدعم السياحة، عائد ده على قطاع السياحة لما يكون عند ستاف أو عندي عاملين مهارة مدربين على المستوى العالمي في قطاع السياحة، ده ممكن يأثر إزاي على هذا القطاع الحيوي؟ قطاع السياحة بيمثل
عصب مدينة الغردقة وبيمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد المصري بعد قناة السويس، وبالتالي لابد أن نعمل جميعا لأن احنا نخرج هذا القطاع لمستويات عالمية أخرى. ارتباط التعليم بالسياحة هو ارتباط وثيق، لن تنمو صناعة السياحة والفندقة إلا بوجود مؤسسة علمية أكاديمية تأخذ كمثل باقي بلدان العالم المتقدمة، تأخذ بمعايير هذه المؤسسات وتصل بها لتضاهي جميع المعايير العالمية. مشاهدينا الكرام، كنا مع حضراتكم على مدار يومين من المدينة الساحرة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وشفنا فعاليات المؤتمر الدولي الأول اللي جاء تحت عنوان دور التعليم في صناعة السياحة في مصر، واللي أكد من خلاله الحضور على أهمية الاستثمار في مجال التعليم بما يدعم هذا القطاع العريق قطاع السياحة للحصول على خريجين مؤهلين ومدربين يخدموا هذا القطاع، ويؤكد أن احنا عندنا الحمد لله رب العالمين سياحة عالمية، وده اللي موجود على فكرة في مصر، مش وليد اللحظة ولا احنا لسه بنفكره، لا هو موجود الحمد لله رب العالمين، ولكن التفكير في التطوير والارتقاء ما بين الحين والآخر ده مهم جدا. وكمان احنا بنتكلم دلوقتي في خلال هذا المؤتمر عن نوعين من الاستثمار، الاستثمار في مدينة سياحية حدودية زي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأيضا الاستثمار في مجال التعليم بما يخدم قطاع السياحة. نتمنى رب التوفيق، ونتمنى نشهد في المستقبل العديد أيضا من الجامعات الحكومية سواء كانت خاصة أو عفوا الجامعات المصرية سواء كانت خاصة أو حكومية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد عن طريق الارتقاء بقطاع السياحة. نشوفكم في حلقة جديدة، تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.